قول يا ابو علي، الاتحاد والشباب مشتاقين نشوف الشباب لانه كان لاعب كوره حلوه قبل التوقف، ومشتاقين نشوف الاتحاد بعد يعني الاجواء الايجابيه، حجازي والتجديد، عوده حمد الله من كاس العالم. مباراه منتظره بين الفريقين بكره. اكيد مباراه كبيره وبين فريقين كبيرين. انا اتوقع راح تكون مباراه جميله جدا. الاتحاد يلعب بطريقه يعني زي ما تكلمنا عنها من بدايه الموسم، ما لعب فيها يمكن من 20 سنة، لكن طبقوها اللاعبين وكانوا حقيقة يقدمون مستويات جدا جميلة. عودة حمد الله يعني أعتقد أنه تمرن مع الفريق البارح وراح يكون متواجد في المباراة في جدة. جمهور الاتحاد له دور كبير، يعني الشباب طبعا نادي كبير، نادي يلعب لعب جماعي، عنده حلول كثيرة، عنده صقور على اليمين، عنده متعب على اليسار، بنيقة راجع، أيضا دفاع صلب قوي جدا. راح تكون مباراة قوية جدا. أتوقع حتى إذا أحد الفريقين بيفوز ما راح تنتهي بأكثر من 1-0.